براحتك، عايز تمشي امشي براحتك، انا مش همسك فيكي بجد والله. والله ما همسك فيكي. لا بنزله عشان كل اللي بيقول لي روحي صالحيه روحي صالحيه يشوفوا بقى ان انا رحت صالحيه. ما انا مش مجبر ان انا اتصالح. انت مفكرين مثلا هتحرج ان في كاميرا؟ ماما خلاص بقى قلت عارف شويه. ايه يا هبيع اتفضلي انت في ايه؟ ازيكم يا حبايبي حلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده مختلف سيكا. المفروض ان محمد يا جماعه اتخرج زي ما معظمكم عارفين لو انتم متابعينا على الانستجرام وكده. محمد اتخرج خلاص واتخرج من الدراسه وما عندوش امتحانات تاني، ودي كانت خطوه مهمه جدا جدا في حياتنا، وكنا فعلا انا ومحمد نفسنا في الموضوع ده. فانا هستغل الفرصه دي واروح النهارده عشان اصالحه، بس انا خايفه جدا يحرجني ومش عارفه ممكن يحرجني ولا لا، بس انا هروح واجرب واصور لكم كل حاجه بالتفاصيل عشان تشوفوا ايه اللي هيحصل بالظبط، لان خلاص انا اعتبرتكم عائلتنا وقررت ان انا اصور لكم كل حاجه بتحصل. فيلا بينا عشان قررت اسمع كلامكم واروح اصالح محمد النهارده ونشوف ايه اللي هيحصل. جماعه انا لسه نازله من البيت وبجد مرعوبه وبفكر اخد بعضي واطلع تاني، بجد مش عايزه اروح. انا الفكرة بس ان انا خايفة محمد يحرجني، بس انا كل خوفي ان هو يتعامل معايا بطريقة وحشة او ان هو يحرجني، لان انا مش متوقعة ردة فعله. وهو المشكلة انه انا مجربتش في حاجة زي دي قبل كده، ففعلا مش عارفة ردة فعله. فانا رايحة على الله كده، واللي هو زي ما تيجي تيجي وربنا يستر، فاهمين؟ يلا نروح ونشوف اللي هيحصل. مش عارفة ليه كل خطوة بصور لكم، بس انا وصلت العمارة عندهم مش عارفة اعمل ايه. انا مش عارفه ليه كل خطوه بصور لكم فعلا، بس عشان انا فعلا قلبي عمال يعمل كده 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 ومش عارفه اعمل ايه. فانا لحد دلوقتي متردده اصلا. يا جماعه انا وصلت عند البيت، فربنا يستر. يلا بينا. انا طالب الحمد لله. تمام انت عامله ايه؟ معلش عشان كورونا. الحمد لله. انا جيت هنا عامله ايه يا ماما؟ تمام اهو. مالك؟ يلا الحمد لله. الحمد لله. مش عاجبني حد. الف مبروك لمحمد. الله يبارك فيك يا حبيبه قلبي، وعقبال لك كده يا رب، ما هنيكي بنجاحك كده يا رب، واقول لك ايه في بيتك باذن الله. ان شاء الله باذن الله. مالك؟ ما هو ما بيكلمني، ما بنتكلمش يعني. حاول الله. حسبته ولا نظرته ولا ايه يا بنتي؟ مش عارفه والله، مش عارفه بجد. معلش هو نايم ولا صاحي؟ حق الله مش عارفه، بس يعني هو نايم صاحي يعني ايه؟ ما حد مريح كده. حمام حمام بيحسب بجد، ربنا يستر بقى. عليه؟ نعم. بيقول لي بصراحة ربنا، بيقول لي قولي لها نايم. بجد؟ أنا ما قلتلكيش عملت إيه في الكلية؟ هو في إيه بينكم؟ هو بجد قال لي قولي لها نايم؟ المهم عايزة أحكي لك، بس أنت مش جاية لي؟ مش جاية تبكي لي؟ ماليش يا بنت خلاص، أنا همشي وأجي لك وقت تاني. لا تمشي فين يا بنت؟ لا. لا همشي وأجي لك وقت تاني والله خلاص. إزاي؟ مش هينفع. إزاي؟ لا لا لا. مش هينفع. ماما؟ ايوه محمد. ايوه يا ماما. اهو جاي جاي يا بنت. ايوه يا ماما خلاص بقى قلت عارف شويه. ايه يا هبيع اتفضلي يا بنتي في ايه؟ ماشي يا بنت. ماشي. ما قلتليش عملت ايه في الكليه ولا عملت ايه في ايه؟ ما انا ما كنتش عارف ان هو هيعمل كده الصراحه. انت مش جايه لنا؟ طيب يا جماعه بصوا، هو انا مش عارفه ايه اللي هيحصل، فانا خليت علي يصورنا، لان انا كنت متخيله اني هاجي هقول لمحمد كلمتين وهنتصالح عادي، بس هو من اول ما انا دخلت هو قالب اصلا عليا. فربنا يستر بقى، وانا المفروض اعمل دلوقتي مستنيه ومفروض هو طالع. انت ايه يعني مش فاهم بتعملي ايه؟ بتصوري؟ بجد والله؟ بتصوري ايه؟ بصور فيديو. انت بتصور اخويا؟ يعني مش فاهم بتصوري فيديو ايه؟ وفيها ايه مصور؟ مش فاهمك. عادي حبيت ان انا اجي اتكلم معاكم ونصور فيديو. عايز اعمل كلها فيديوهات؟ ده في مشكلة يعني؟ طب انا مضايقك في ايه؟ مش فاهم فكرة الفيديو اللي انت بتصوريه ده. عادي ان احنا هنتصالح بقى وكده. ومين قال لك ان احنا هنتصالح؟ انا بقول لك دلوقتي ان احنا هنتصالح. بجد؟ ايوه. ما عرفتنيش يعني ان احنا هنتصالح. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. خرجت خلاص؟ اه الحمد لله. بقيت خريج خلاص؟ الحمد لله.
ما تشوف بقى تمسكي صوت بقى. المفروض ان انت كده مثلا ان انا اطلع عليكي بتصوري انا خلاص كده فيها ايه محمد يعني؟ طب ما احنا بنصور عادي وبن يعني طول بنصور وبننزل فيه ايه مشكله؟ ما انا فاهم ان انا بنصور بالناس بس مش فاهم ايه الثقه اللي عندك ان انا هنتصالح. طب ما نصالحش ليه محمد؟ انت هتقفر الموضوع ليه؟ لا مش هقفر الموضوع. انت فكرني ايه؟ انت ما عملتيش حاجه كل ده؟ هو ايه اللي حصل لكل ده؟ ايه هو كل ده؟ انت عملتي اللي في دماغك يعني مثلا انت مثلا بتصوري يعني بتصوري دلوقتي بسم الله لو هتنزلي الفيديو ده يعني تمام؟ انت خلاص عملتي اللي في دماغك ونزلتي الفيديو بتاعك ونزلتي الفيديو ده ونزلتي الفيديو ده وجاي بقى تصالحيني وانا بقى جيت اصالح واضحك قدام الكاميرا صح؟ فاهمين؟ بجد والله؟ اه والله. طب ما انت نزلت انت كمان فيديو ورديت وعملت كل اللي انت عملته. مين اللي بدأ ينزل يعني؟ الفيديوهات الاول؟ تمام انا اللي بدأت بس انت برضه ما سكتش يعني يا محمد. ازاي يعني؟ ما انت رديت عليا وعملت فيديو. طلعت تقول عليا بلقح؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ طب ما انت طلعت بهدلتني بالفيديو اللي بعديها وانا ما اتكلمتش على فكره. انا بس نفسي اجيب ثقه منين ان انت بتصوريني دلوقتي؟ المفروض انت دماغك جايبه ان انت بتصوري. محمد بالعقل يا محمد بيتنا بالعقل بيتنا. انا مش عارفه اللي انت بتعمله ده بصراحه. انا ما كنتش متخيله ان ده هيبقى رد فعلك يعني. انا مش فاهمه بجد. اصل الموضوع فعلا مش مستاهل يا محمد. عادي عملنا فيديو بالنسبه لك مش مستاهل بس بالنسبه لي مستاهل. ليه؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ ايه اللي حصل انت برضه نزلت بتاع الباروكه اللي بدماغك بقى بقى صالحيني انت اصلا في الفيديو اللي انت كنت عامله قلت ان انت لو انا كنت اتكلمت معاك وبتاع كان ممكن ننزل كنت ممكن بس قلت في حته برضه ان انا مش هنزله بس قلت كنت ممكن تنزله. طب ايه المشكله؟ ايه فرقت في ايه؟ انت بالرجاله ونزلت قلت لها هنزله ونزلتي ما قدرتنيش. عايزيني بقى اقدرك دلوقتي؟ انت جاي دلوقتي مثلا يعني هو بجد ده يعني ده اللي انت شايفه او ده اللي انت عاوزه؟ انت فاكره مثلا هتحرج ان في كاميرا؟ لا مش هتحرج عادي. ما انا عارفه مش انا مش هتحرج. ما بقتش هتحرج من الكاميرات دلوقتي. ما انت ما بتطلعي فضايحنا على اليوتيوب. فضايحنا ايه؟ هو احنا عملنا ايه فضايحنا؟ ليه تطلعي مشاكل وليه تنزلي الفيديو؟ عشان انا تعبت فيه وانا فهمتك ده. قلت لك انا تعبت في الفيديو تعبت فيه فعلا. انا مش عايز انزل. كنتش عايز انزل. ما ده معترض وخلاص. طب ليه رحت صورت فيديو بقى تاني ان انت مش عايز توصلي لي؟ ما انت وصلتي لي اهو. بعد ايه يا محمد؟ بعد كام يوم؟ انت متخيل ان احنا داخلين في 10 ايام يا محمد؟ ما تقبضش هم اسبوع ولا 7 ايام ولا 8 ايام. قعدتهم يا محمد يعني انت؟ انا جيت دلوقتي عشان لما عرفت انك نجحت وبتاع وتخرجت فقلت ان دي مناسبه كويسه ان احنا نتكلم مع بعض فيها كويس يعني لان دي حاجه كان نفسنا فيها انها تحصل يعني. ايه يعني؟ ممكن انت مش مقدر ده. لو سمحت ماما بالله عليك اهدي يا ماما. وانت مش كنت بتصور متصور. ماما مش كنت جوه. انت خلاص ماما مش كمل. انت اللي ماسكه لها يعني كمان البتاع. طب عشان على اساس ان احنا كنا هنتصالح يا ماما. مش هنتصالح يعني من الاخر. بجد والله؟ اه والله. براحتك على فكره يعني. قال يعني انت مثلا كده حركتيني مثلا فاهم؟ لا تمام. هو انت خلاص انت بالنسبه لك كل حاجه عادي؟ لا مش قصه عادي. ما انت ما تجيش تعملي اللي في دماغك وعايزاني بقى ما تقولي لي مبروك اقول لك الله يبارك فيكي. مش ده الحلم اللي كنا بنحلمه ان انا اتخرج وبتاع وتمام والدنيا تمام وفين؟ ما انت ما خليتيش فرصه لده. انا ما خليتش فرصه لده. اه ما خليتيش فرصه لده. طب ما انا جاي دلوقتي ليه؟ انا جاي دلوقتي اقعد معاك عشان ايه يا محمد؟ انت بجد مش مقدر اي حاجه خالص كده؟ مش عارفه اقول لك ايه والله. والله ما انا فعلا مش عارفه اقول لك ايه بجد والله. متوقع ايه مني؟ طيب متوقع ايه مني؟ انا عايز افهم دماغك. متوقعني الموضوع ياخد اكبر من حجمه كده والموضوع يقفر منك كده يعني بجد والله. اه والله. متوقع ان انا ايه مثلا اشوفك كده بالاحضان على اللي انت عملتيه على النت؟ طب يا ابني هو انت ما عملتش حاجه. ما انت عملت انت كمان. انا رديت كنت رد فعل. تمام ماشي. تمام ماشي بس ما سكتش برضه. خدت حقك يعني. خدت حقي ازاي؟ طلعت شكل زباله عادي. طلعت شكل الزباله فين؟ كان كل كلامي باحترام وجبت ستك باحترام. وانا برده كان كل كلامي باحترام. لا ما كانش كل كلامك باحترام. ليه؟ انا قلت لا ما كانش كل كلامك باحترام. ايه ده؟ في ايه؟ انا قلت عليك ايه؟ خلاص يعني. تمام يا محمد. خلاص يا ماما معلش. انا اصلا ما كنتش متخيل ان ده هيبقى رد فعلك يعني. انا متخيله ان احنا هنتصالح والدنيا هتبقى تمام. خليكي بصي خلينا قاعدين كده وقاعدين مع بعض ونفرحوا بالمراجعه بس فوقك من الحوار ده يعني. والله ازاي يعني؟ خلاص بقى. يعني ما انت قاعد اصلا. انت بص شايف انت بتتعامل معايا ازاي؟ ما الدنيا حر. الدنيا حر. ايه علاقه الدنيا حر يعني؟ يا الدنيا حر عليك انت بس. انا بتحر اوفر. تمام ماشي. انا مش عارفه اقول لك ايه. خلاص ما تنزليش كده كمان. ده نزليه.
طلعي بقى ان احنا طلعي تابنا قدام الناس بقى. هطلعه. هتطلعيه؟ نزليه يا اختي علي ما تقفش معايا. طب ماشي ما هنزله. تمام. هنزله عشان كل اللي بيقول لي روحي صالحيه روحي صالحيه يشوفوا بقى ان انا رحت صالحيه. ما انا مش مجبر ان انا اتصالح. لا هو انت مش مجبر. مش مجبر ان انا اتصالح من يعني ايه انت جيت تقولي لي بعد 8 ايام جاي تسالي فيا دلوقتي؟ طب ليه ما صالحتنيش على النت بقى؟ ما جبتليش ليه مصالحه على النت زي ما احنا عايشين حياتنا على النت دلوقتي؟ هو انت اللي شايف كده انت اللي مقفر كل حاجه بالطريقه دي. خلاص خلاص تمام تمام ماشي خلاص انا همشي اصلا. ملهاش لازمه بقى انا همشي. ملهاش لازمه. لا همشي بجد خلاص همشي بدل انت اصلا مش عايز تعمل معايا. هقول لك هعمل لك ايه انت اصلا شايف انت بتكلمني ازاي؟ طب انت اقعدي معايا. ده طب انت مش فاهم يعني. ماشي لو قعدت تمام قعدنا انت اصلا بتعمل معايا وحش هقعد اعمل ايه؟ ما انا مش هتحايل عليكي على فكره ما تفكريش بقى ان انا قاعد اقول لك لا والنبي اقعدي معايا وبتاع انت عايز تقعدي ولا مش عايز تقعدي؟ لا هو على فكره مش عايزك تتحايل عليا. انت مش قلت لها اقعدي يا محمد؟ ماشي بقول لها اقعدي بقى عشان هي جايه تمشي. لا بتكلم بقى شوف ايه اللي مزعلك منها وايه اللي مزعلك منها. لا يا عايزين تتكي على الزرار تصالح يا لا اله الا الله. والله هو ما كنتش جيت واتكلمت معاك على فكره. لو انا عايزك تتكي على الزرار تصالح ما كنتش جيت واتكلمت معاك. ده كنت جيت اتكلمتي معايا من الاول قبل ما تنزلي الفيديو على النت كنت كان زماني بتكلم معاكي عادي. محمد بجد خلاص انا همشي والله انا مش هفضل. براحتك عايز تمشي امشي براحتك انا مش همسك فيكي بجد والله. والله ما همسك فيكي. لا علي خلاص خلاص انا مش خلاص. طب اقعدي. طيب هاتي الموبايل. طب استني اوصلك الموبايل. انت عايز تنزلي؟ همشي اوصلك. همشي اوصلك. همشي لوحدي. اقعدي يعني همشي لوحدي. هوصلك مش همشي انا مش هقعد اتحايل انا هوصلك قلتلك هوصلك. اه يعني هتقعدي مع ماما ولا ايه؟ انا اخش اقعد جوه مش عايز اقعد. مش عارف بس انت اصلا مش يعني انت شايف انت بتعمل ازاي؟ فانا هقعد اعمل ايه؟ يعني انت اصلا براحتك. انا قلت لك وانا قاعد انا مش هتحايل عليكي. طب ما انت اصلا ما بتتكلمش معايا. ما انا قاعد بتكلم معاكي. ما احنا قاعدين بنتكلم. انت كده قاعد بتتكلم؟ اه قاعد بتكلم. لا هو انت بتزعق دلوقتي بتزعق. انت عايز تنزلي يعني؟ اه لا يعني ايه؟ هوصلك. لا خلاص. لا خلاص خلاص انا ماشيه. بصوا يا جماعه انا رحت لمحمد وعملت اللي عليا فعلا ورحت له البيت عشان اصالحه واعمل اللي انتوا طلبتوه مني واللي انتوا قلتوا لي عشان انتوا كتير قوي قوي منكم بقى يبعت لي رسائل على انستجرام بقى بيبعت لي في كومنتات علي اروحي صالحي محمد علي اروحي صالحي محمد زي ما هو صالحك في يوم المقلب اللي كنت عاملاه وبتاع وسمعت كلامكم ورحت عشان اصالحه وده كان ردة فعله. ده اللي هو عمله اتعامل معايا بالطريقه دي وشبه كرشني اصلا. فياريت يا جماعه بجد اتمنى من كل قلبي تقدروني وتحترموا مشاعري ومحدش يبعت لي عن الموضوع ده تاني ومحدش يتكلم في الموضوع ده تاني خالص وياريت الموضوع ده يتقفل تمام. وان شاء الله انا هحاول ابقى اعمل لكم فيديوهات لوحدي تمام لو اضطريت يعني بس انا مش عارفه بجد هصور تاني امتى فمحدش برضو سيبوني براحتي ودوني فرصتي تمام. وانا بتاسف قوي لو عملت اي حاجه تضايقكم بس انا فعلا عشان انا فعلا على اخري بجد يعني انا اسفه جدا. باي باي.